محكمة العدل الدولية تبدأ اليوم بمحاكمة دولة الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ونتحدث بالتفصيل في هذا الملف. وينضم لنا عبر سكايب ضيفي من السويد الأستاذ إحسان عادل، رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين في بريطانيا. أستاذ إحسان صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير، تحية لك ريم، تحية للمتابعين وتحية لأهلنا في غزة، وإن شاء الله الفرج قريب إن شاء الله. نعم، إذن اليوم تبدأ محكمة العدل الدولية النظر في الدعوة التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال والتي تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ماذا يعني النظر في هذه الدعوة اليوم؟ ما الذي سيحدث أستاذ إحسان؟ نعم، يعني هذه القضية، قضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، لها يعني مساران. المسار الأول هو المسار، يعني ممكن أسميه مسار طويل الأمد، اللي هو يتعلق بأنه فعليا هل إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية. وهذا المسار طويل لأنه يحتاج إلى، بطبيعة الحال كما أي قضية حتى على مستوى محلي، يحتاج إلى تقديم الأدلة، يحتاج إلى سماع الشهود، إسرائيل سوف تقدم دفاعها، ما إلى ذلك. هذا عادة يحتاج إلى مدة طويلة، يعني تمتد عادة إلى سنوات. الآن في ظل أنه هذا المسار طويل وهذه جريمة ضخمة، جريمة إبادة جماعية، وكل يوم يمضي يعني مزيد من الشهداء ومزيد من الجرحى ومزيد من الدمار وما إلى ذلك. لهذا السبب هناك أيضا مسار آخر يسير بالتوازي، وهو مسار مستعجل يسمى بمسار الإجراءات الوقتية أو الإجراءات المستعجلة. بمعنى أن جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة بأن هناك حاجة ماسة إلى التدخل لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية. فبالتالي ضمن هذا المسار، ما سوف يحصل اليوم وغدا أيضا، هناك جلسة اليوم وجلسة غدا للمحكمة، ضمن هذا المسار المستعجل الهدف اليوم هو السماع لجنوب أفريقيا، فريق الدفاع أو فريق القانوني الذي يمثل جنوب أفريقيا. غدا سوف يكون الفريق الذي يمثل إسرائيل، ثم بعد ذلك ستأخذ المحكمة عدة أيام ثم تصدر قرارها بخصوص إذا ما كان هناك مؤشرات على أن هناك إبادة جماعية ترتكب أو قد ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وإذا كانت الإجابة نعم، فبناء على ذلك سوف تأخذ قرارا بأمور مستعجلة، ليس بخصوص أن إسرائيل ترتكب أو لا ترتكب إبادة جماعية، ولكن من أجل إما منع أو وقف هذه المؤشرات على الإبادة الجماعية. ما هي هذه القرارات أو ما الذي يمكن أن تصدره المحكمة كقرار مستعجل؟ في أحسن الأحوال، وهذا ما نأمله طبعا وهذا ما طلبته جنوب إفريقيا ضمن مجموعة مطالب، هو وقف العمليات العسكرية، وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وضد أو اتجاه قطاع غزة. هذا أول مطلب طلبته جنوب أفريقيا. لكن أيضا هناك مطالب أخرى، يعني يمكن المحكمة أن تأخذ سواء هذه المطالب مجتمعة أو تأخذ جزءا منها. يمكن أن لا تصدر قرارا بوقف العمليات العسكرية، ولكن بخصوص أمور أخرى مثل، يعني هذا يعود لتقدير المحكمة بناء على الأدلة التي سوف تقدم أمامها. يمكن مثلا للمحكمة أن تصدر المساعدات الإنسانية، أو مثلا الصوت قطع قليلا، كيفية سير العمليات العسكرية أو عودة المدنيين إلى بيوتهم النازحين يعني من شمال قطاع غزة. طيب، يعني ليس كما يعتقد البعض أن المحكمة اليوم سوف تحكم بخصوص موضوع غزة، يعني من الممكن حتى أن جلسة اليوم أن تمر بدون أي قرارات كما فهمت منك، هي جلسات استماع من الطرفين. نعم تماما، يعني هي ليس من الممكن أن تمر بلا قرار، بل من المؤكد أنها سوف تمر بلا قرار. الأكيد تماما أن المحكمة اليوم لن تصدر قرار بأي حال من الأحوال، لأنه اليوم هي جلسة استماع لجنوب إفريقيا، وغدا هناك جلسة استماع لإسرائيل. فبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تصدر قرارا
دون أن تكون جلسة الاستماع، جلستي الاستماع قد تمتا، ثم بعد ذلك كما ذكرت تأخذ المحكمة عادة عدة أيام. كم ستكون هذه الأيام؟ لا يوجد يعني شيء واضح في القانون يقول أو يحدد للمحكمة عدد الأيام التي سوف تأخذها، ولكن قياسا على حالات سابقة يعني يمكن أن نذكر 3 حالات. في حالة أخذت المحكمة 40 يوم بعد جلسات الاستماع، في حالة أخرى أخذت 8 أيام، وفي حالة أخرى أخذت 10 أيام. فنحن نتوقع بناء على الحال في قطاع غزة و يعني طبيعة الظرف أن لا تأخذ المحكمة وقتا طويلا، ولكن في نفس الوقت يعني أعتقد شخصيا بأن المحكمة يمكن أن تأخذ مدة 8 أيام، يزيد بعض الأيام أو يقل بعض الأيام. نعم، يعني لا يوجد مدة محددة كما فهمت منك أستاذ إحسان. طيب ما المتوقع منها؟ يعني عندما تصدر حكمها سواء بعد 8 أيام أو بعد 40 يوما، ما المتوقع من هذه المحكمة ومن هذا القرار؟ وهل قرار هذه المحكمة سيكون ملزما لدولة الاحتلال؟ نعم، هذه نقطة مهمة. أولا بالنسبة للمتوقع من القرار، كما ذكرت لدينا مساران. الآن القرار الذي سيصدر في الفترة القريبة يتعلق بالمسألة الوقتية، يتعلق بأنه ما الذي يمكن أن تصدره المحكمة إذا اقتنعت بأن هناك مؤشرات على أن هناك إبادة جماعية. و يعني اعتقادي الشخصي وبناء على ايضا يعني استقراء لمواقف كثير من القانونيين الدوليين انه المحكمة غالبا ونأمل ذلك هي سوف يعني تقتنع بأن هناك مؤشرات على وجود إبادة جماعية. أنا مرة أخرى أقول بأن حتى لا يفهمني المشاهد بطريقة خاطئة أو المتابع بطريقة خاطئة، أنا هنا لا أقول بأنه لا يوجد إبادة جماعية، لكن أقول بأن المحكمة الآن ليست في صدد أن تقول بأن هناك إبادة أم لا، هي بصدد أن تقول أن هناك مؤشرات على وجود إبادة أم لا، لأنه حتى تحسم المحكمة بأن هناك إبادة جماعية تحتاج إلى كما ذكرت هذا المسار الثاني الطويل، يحتاج إلى وقت طويل. لكن الآن ما سوف تقوم به المحكمة هو أن تقول بأنه نعم هناك مؤشرات، دلائل أولية بأن هناك إما إبادة جماعية ترتكب أو قد ترتكب في قطاع غزة، وبناء على ذلك تأخذ قرار إما بوقف العمليات العسكرية أو بمثلا إلزام إسرائيل ب يعني مثلا أن لا تستخدم أسلحة معينة، أن تتجنب مناطق معينة. يمكن أن تلزم إسرائيل بأن يعود السكان المهجرون من شمال قطاع غزة أن يعودوا إلى بيوتهم. يمكن أن تصدر قرارا يلزم إسرائيل بأنها ترفع الحصار عن قطاع غزة ما يتعلق بمنع الغذاء والدواء والماء وما إلى ذلك. كل هذه المسائل يمكن أن تكون يعني هذه مطالب تقدمت بها جنوب إفريقيا، وسوف نرى ماذا سوف تصدره المحكمة بخصوص هذه المطالب، إما تأخذها كلها أو تأخذ جزءا منها أو لا تأخذها على طيب. الإطلاق، لكن هذا مستبعد طبعا أن لا في تأخذها حال صدر أي من القرارات التي حضرتك تحدثت بها، وقف فوري لإطلاق النار، إدخال مساعدات إنسانية فورية، ما إلى ذلك، عودة النازحين، وإسرائيل رفضت أن يعني تطبق هذا القرار، ما هي الخطوة التالية؟ نعم، يعني أولا أريد أن أؤكد على مسألة، هذا القرار هو ملزم لإسرائيل، ليس يعني مثلا قرار الجدار فقط للتوضيح، لم يكن قرارا ملزما لإسرائيل، هو قرار مهم، قرار صدر أيضا عن محكمة العدل الدولية ولكنه كان فتوى. فقط حتى أوضح ريم لماذا، لأنه في حالة الفتوى، فتوى الجدار، إسرائيل لم تكن طرفا أصلا في الدعوة، كانت طلب من الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر رأيها القانوني بخصوص هل الجدار قانوني أم غير قانوني، وأصدرت صحيح. المحكمة فتوى. هذه الفتوى مهمة جدا على الصعيد القانوني، ولكن إسرائيل يمكن أن تقول بأنها هي غير ملزمة لأنها لم تكن طرفا في الدعوة. الآن إسرائيل هي الطرف في الدعوة لأنه الآن هي قضية وليست دعوة وليست فتوى، هذه أول مرة تكون إسرائيل طرف في قضية أمام محكمة العدل الدولية، لأنه هي كانت موقعة على اتفاقية تقول بموجبها بأنها هي توافق على اتفاقية الإبادة الجماعية، وهذه الاتفاقية تسمح لأي دولة في العالم أن تقوم برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية في حال أن هناك دولة أخرى انتهكت الاتفاقية، وهذه الاتفاقية موقعة عليها إسرائيل
وموقع عليها جنوب افريقيا، وهذا ما منح جنوب افريقيا هذا الحق بانها هي تقوم برفع الدعوه امام محكمه العدل الدوليه، لذلك هذا القرار ملزم لاسرائيل، اذا لم تلتزم به اسرائيل ما الذي سوف يجري؟ انا شخصيا استبعد ان لا تلتزم به اسرائيل بمعنى تجاهله بشكل تام، يمكن ان يعني نرى انها تلتزم به جزئيا، لنقل هذا يعني المتصور. في هذه الحاله طبعا يكون الامر منوط بدول العالم بانها وطبعا ومجلس الامن والامم المتحده بانها تاخذ اجراءات بهذا الخصوص، مثل مثلا فرض عقوبات، مثل المقاطعه. هل يستطيعون التوجه الى مجلس الامن، الطرف المشتكي ان يتوجه الى مجلس الامن بعد ان اذا رفضت اسرائيل يعني تطبيق القرار الصادر عن محكمه العدل الدوليه؟ ليس فقط الطرف المشتكي، بعد صدور القرار من العدل الدولية يصبح قرار العدل الدولية هو قرار المعني بتنفيذه ليس فقط الطرف المشتكي، بل المحكمة نفسها معنية بتنفيذه، الأمين العام للأمم المتحدة معني بتنفيذه ومنوط به أن يتابع تنفيذه. وبالمناسبة جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة من ضمن القرارات التي يعني طلبت أن تصدرها المحكمة هو أن تقدم إسرائيل للمحكمة تقرير بشكل دوري عن مدى التزامها وماذا فعلت لتنفيذ القرار المذكور، فسوف يكون هناك متابعة، وفي حال كان هناك إخلال في هذا القرار نعم يمكن للمحكمة العدل الدولية، للأمين العام للأمم المتحدة أو لغيرها من الهيئات أن تحيل هذا الأمر بأن إسرائيل لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن. هذا السؤال تكرر كثيرا منذ أن سمعنا بنهاية شهر ديسمبر بتقدم جنوب إفريقيا بدعوى ضد إسرائيل، بأنه لماذا هذه القضية كانت عن طريق جنوب إفريقيا ليس مثلا عن طريق فلسطين أو السلطة الفلسطينية؟ هل فعليا كانت تستطيع السلطة أن تتقدم هي بهذه الشكوى أو الدعوة في محكمة العدل الدولية؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، إذا كانت فلسطين مثلا هي ليست عضو دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، هناك دول عربية تنضم لهذه الاتفاقية منع الإبادة الجماعية، هل كان بإمكان أي دولة عربية أيضا أستاذ إحسان أن تتقدم بهذه الشكوى ضد إسرائيل؟ نعم، يعني أولا فيما يتعلق بفلسطين، فلسطين نعم هي طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، نظريا نعم يمكن لفلسطين أن تتقدم بهذه القضية. قانونيا النصيحة لفلسطين كانت بأن لا تتقدم هي لوحدها بهذه القضية، لسبب أن ليس بسبب مسألة العضوية أو لا، ولكن لأنه لما فلسطين انضمت لهذه الاتفاقية إسرائيل بحكم أنها طرف في الاتفاقية قالت بشكل واضح وقدمت يعني أو أرسلت رسالة للجهة الوديعة للاتفاقية بأنه هي لا تعترف بهذا الانضمام من طرف فلسطين للاتفاقية، لأنها لا تعترف بدولانية فلسطين، لا تعترف بفلسطين كدولة، وبالتالي لا تعتبر أن هناك علاقة تعاقدية بينها وبين فلسطين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. وهذا قد يفشل، وهذا قد يفشل القضية إذا نعم. إذا رفعتها يعني فلسطين. نعم نعم يعني هذا كان المتصور بأنه لو تقدمت فلسطين هذا يمكن على الأقل، لو لم يفشل ولكن على الأقل سوف يعيق القضية، ونحن أمام كما ذكرت مسار مستعجل، فهذا يمكن أن يثار أمام المحكمة ويمكن أن يأخذ وقتا حتى تحكم المحكمة في مسألة فرعية وليس في المسألة الجوهرية المتعلقة بالإبادة، ولكن في مسألة فرعية تتعلق بمدى يعني صلاحية الاعتراض الذي قدمته إسرائيل بخصوص هذا هذه المسألة. فلذا لذلك كان الأفضل أن تجنب أن تتقدم فلسطين لوحدها. الآن بما أن جنوب إفريقيا تقدمت يمكن لفلسطين، يعني الآن تجاوزنا هذه المسألة، بالتالي يمكن لفلسطين طبعا أن تنضم، ويمكن أيضا للدول العربية والإسلامية أن تنضم. بالنسبة للشق نعم الآخر، تفضل. نعم بالنسبة للشق الآخر من السؤال، نعم يعني بالتأكيد كان يمكن، هناك عندنا 17 دولة عربية هي طرف في الاتفاقية، منها 12 دولة كان يمكنها، في خمسة كان عندها تحفظ على المادة المتعلقة بالإحالة لمحكمة العدل الدولية، ولكن عندنا 12 دولة عربية ليست متحفظة على هذه المادة كان بإمكانها أن تتقدم، هناك دول إسلامية أيضا، لكن يعني حقيقة هو مؤسف أنه لم تتقدم أي دولة طوال الفترة الماضية رغم الإبادة الجماعية التي نشهدها. ما الذي يمنعها برأيك أستاذ إحسان؟ ما الذي منعها من التقدم بشكوى؟
يعني بصراحة نحن وغيرنا من المنظمات كنا على تواصل مع كثير من الدول على يعني أعلى المستويات بخصوص هذا الملف لدفعها باتجاه إحالة هذا الملف لمحكمة العدل الدولية. كثير من الدول كان لديها ترحيب، كان لديها تشجع للفكرة، ولكن التحدي كان أن يعني لم يكن هناك دولة تريد أن تأخذ القرار لوحدها، كانت الدول كثيرا ما تتردد في هذه المسألة وتميل إلى أن تأخذ الخطوة بشكل جماعي، أن يتم يعني هذه الخطوة بشكل جماعي من مجموعة دول، وهذا يعني دون وجود دولة تأخذ المبادرة وتقوم بالخطوة، هذا كان يعيق التقدم بهذه الخطوة. ممكن الآن ممكن إذا سمحت أن تذكر لي أسماء بعض الدول العربية التي كان بإمكانها أن تتقدم بالشكوى. يعني كما ذكرت هناك لدينا 12 دولة عربية هي أطراف في الشكوى، عفوا أطراف في في الإبادة الاتفاقية. الجماعية بدون تحفظ. الآن من هذه الدول، والآن شهدنا أنها تدعم المسار أو أعلنت بشكل واضح أنها تدعم المسار، وننتظر طبعا انضمامها بشكل رسمي للمسار. من هذه الدول بطبيعة الحال لدينا الأردن، لدينا ليبيا، لدينا مصر، لدينا الجزائر، يعني كثير من الدول نعم، العربية على مستوى وكما فهمت الإسلام، منك، طبعا تركيا، نعم ماليزيا، هي دول أيضا باكستان، هي دول أيضا أطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية. وكما فهمت منك أستاذ إحسان، كان يعني بإمكانهم أن يحضروا ملفا جماعيا عدة دول من هذه الدول التي ذكرتها، وأن يتقدمون بشكوى ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، أليس كذلك؟ نعم، يعني هو يمكن تقديم الأمر بشكل جماعي، ويمكن حتى كما ذكرت الآن بما أن جنوب أفريقيا تقدمت يمكن للدول أيضا أن تنضم إلى هذه الدعوة، ليس فقط الآن، يعني هذا أها. الأمر مفتوح كما ذكرت، هذه دعوة مستمرة لحتى سنوات، فيمكن أيضا للدول خلال الفترة القادمة أن تنضم إلى هذه الدعوة، وهذا بالتأكيد يعطي القضية قوة أكبر. من الناحية القانونية المسار يعني القطار الآن يسير والقضية أمام المحكمة، ولكن بالتأكيد وجود دول أخرى تدعم هذه القضية يعطي للقضية ثقل أكبر. حتى أنوه فقط مثلا في الدعوة التي تقدمت بها أوكرانيا ضد روسيا فيما يتعلق أيضا بالإبادة الجماعية، هناك 35 دولة انضمت لهذه الدعوة، 35 دولة، بالتأكيد هذا يمثل ثقل داخل المحكمة عندما ترى أن هناك 35 دولة تعتقد بأن روسيا ترتكب إبادة جماعية. الأمر نفسه الآن عندما يكون هناك أكثر من دولة، 10 15 20 دولة تقول بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، هذا يعطي ثقل أمام وللآن المحكمة كما تشاء. لم تنضم أي دولة إلى جنوب إفريقيا. يعني بشكل رسمي الآن لم تنضم، ولكن هناك عدة دول أعلنت بشكل واضح ومن أعلى المستويات فيها وبشكل علني بأنها هي تدعم تدعم الدعوة. وتدعم ولكن لم تنضم، يعني فلسطين نعم، دعمت مثلا ولكنها لم تنضم السلطة، حتى تستطيع أن الآن تنضم رسميا، صحيح؟ نعم حتى أكون دقيقا، حتى الآن رسميا لا يوجد إعلان رسمي واضح حتى وفق موقع المحكمة بأن هناك دولة انضمت بشكل رسمي للدعوة. طبعا هنا أريد أن أنوه أيضا إلى مسألة حتى نكون دقيقين، جنوب إفريقيا قالت أمس بأنها هي في هذه المرحلة، المرحلة المستعجلة، لا تنصح الدول بالانضمام إلى الدعوة من أجل عدم تأخير نظر المحكمة في الدعوة في ظل الملفات الجديدة التي يمكن أن تقدمها الدول، ولكن بالتأكيد هناك طبعا حاجة ورغبة إلى انضمام الدول، ولكن بعد نظر المسألة المستعجلة. أستاذ إحسان، سؤال واضح ومباشر، فلسطين لا زال المجال مفتوح أمامها لتنضم لهذه الدعوة لكنها للآن لم تنضم، صحيح؟ صحيح، نعم. طيب أنا سؤالي الأخير إليك يا أستاذ إحسان، بأنه عادة المحكمة تعني محاكمة المشتكى عليه بالقرارات اللي حضرتك تحدثت عنها، هي ممكن أن يصدر عنها قرارات مثل وقف إطلاق النار، إدخال مزيد من المساعدات، عودة النازحين، يعني هل بأننا لن نشهد محاكمة لدولة الاحتلال على هذه الجريمة، جريمة الإبادة الجماعية، يعني سيتوقف الأمر على قرارات من هذا النوع أم ستحاكم كون هذه المحكمة هي تحاكم دولا وليس أفرادا؟ عظيم، هذا سؤال مهم وأشكرك ريم، واسمحي لي يعني تفضل. أستفيد دقيقة في الإجابة نعم لأنه حتى تفضل. نوضح. لدينا
في هذا المسار محكمتان، محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. محكمة العدل الدولية التي نحن الآن أمامها بهذه الخصوص لا تحاكم أفراد، لا تصدر مذكرات اعتقال، هي ليست محكمة جنائية، لا تحاكم بناء، هي أشبه بالمحاكم المدنية، لا تحاكم على جرائم بطريقة أنها تصدر مذكرات اعتقال، ولكن في نفس الوقت ما الذي سوف تصدره المحكمة؟ نعم كما ذكرت هناك الآن القرارات المستعجلة، ولكن على المستوى الأبعد في القضية الجوهرية التي كما ذكرت سوف تأخذ وقتا، بالنهاية ما سوف تصدره المحكمة هو التالي: إذا وجدت المحكمة إما أنها سوف تجد بأنه قرارا بانه نعم اسرائيل متورطه في ارتكاب جريمه الاباده الجماعيه، وبناء على ذلك سوف تصدر مجموعه من القرارات المتعلقه باسرائيل فيما يتعلق بارتكابها لهذه الجريمه. من ضمن طبعا هذه القرارات يمكن ان تصدر مسائل لها علاقه بالاسلحه، بتوريد الاسلحه لاسرائيل، يمكن ان تصدر قرارات لها علاقه حتى الاحتلال ووجود الاحتلال، يمكن ان تصدر علاقه قرارات لها علاقه ب يعني بشكل عام بوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمكن أن تصدر قرارات أو ليس ممكن، هذا يعني هذا أساسي في حال إنها المحكمة أصدرت قرارا بأنه ما يحصل أو ما حصل هو إبادة جماعية، ففي هذه الحالة سوف تصدر قرارا أيضا يلزم إسرائيل بالتعويض، تعويض الضحايا الفلسطينيين، تعويض الشهداء، تعويض ما يتعلق بإعمار غزة، تعويض التعويض عن البنايات التي تم هدمها. يعني كل الحروب السابقة كانت إسرائيل تقوم بالحرب ثم بعد ذلك تولي، وبعدها يعني العالم ونحن كفلسطينيين نسعى إلى الإعمار ونناشد العالم والعالم يأتي ويعمر. الأصل هو أن إسرائيل هي التي ارتكبت هذه الأفعال، وإسرائيل هي التي تقوم بإعادة الإعمار وتتولى الإنفاق أو النفقات المتعلقة بإعادة الإعمار. ففي حال إن المحكمة أصدرت قرارا بهذا الخصوص، طبعا هنا لا أتكلم عن القرار المستعجل، أتكلم عن القضية طويلة الأمد، في هذه الحالة سوف تكون إسرائيل ملزمة بالتعويض عن كل ما يتعلق بالأحداث التي قامت فيها المتعلقة بالإبادة الجماعية. هذا مسار محكمة العدل الدولية. المسار الرديف هو مسار محكمة الجنايات الدولية، وهذا المسار كما نعرف منذ 2021 هناك تحقيق في محكمة الجنايات الدولية يتعلق بالجرائم الإسرائيلية. حتى الآن ليس ضمن الملفات الموجودة على طاولة محكمة الجنايات الدولية مسألة الإبادة الجماعية، لكن بالتأكيد في حال أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا بخصوص الإبادة الجماعية، هذا القرار سوف يكون له تأثير مباشر على محكمة الجنايات الدولية، والتي بدورها أستاذ إحسان ستحاكم أفرادا، لأن محكمة الجنايات الدولية متخصصة بالأفراد، لكن العدل الدولية هي لمحاكمة الدول. تماما تماما. وفي هذه الحالة طبعا محكمة الجنايات الدولية نعم سوف تقوم بمحاكمة الأفراد الذين قاموا بإصدار الأوامر بخصوص الإبادة الجماعية وقاموا بارتكاب الإبادة الجماعية، وبناء على ذلك تصدر مذكرات اعتقال. وفي حال أصدرت مذكرات اعتقال، في هذه الحالة سوف يكون هؤلاء الأشخاص اللي تم إصدار مذكرات اعتقال بحقهم مطلوبين للتسليم للمحكمة الجنائية الدولية أمام أو يعني هذه مسؤولية على 124 دولة اللي هي الدول الأطراف في اتفاقية روما اللي هي مؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية. بالتالي أي مسؤول من المسؤولين الإسرائيليين تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه سوف يكون على أي دولة يتوجه لها من 124 دولة، طبعا هذا يشمل تقريبا كل الدول الأوروبية، معظم دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، في كندا، اليابان، أستراليا، طبعا فضلا كما ذكرت عن الدول الأوروبية مثل ألمانيا، بريطانيا، غيرها. سوف تكون هذه الدول ملزمة بتسليم هؤلاء المسؤولين في حال وصلوا إلى أراضيهم. شكرا لك على كل هذه التوضيحات حقيقة فيما يتعلق بكل تبعات الشكوى والقضية أو الدعوة اليوم في محكمة العدل الدولية. شكرا لك الأستاذ إحسان عادل، رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين في بريطانيا، كنت معنا عبر سكايب من السويد، تحياتي لك، شكرا.